الحمد لله. سلام يا مدام. الله يسلمك. ازيك يا ايه يا جماعه، انا ماليش 5 سنين مسافره يعني. يلا كل واحد يشوف شغله. اتفضلي. انت وحشتينا بجد. ما تشوفيش وحش حبيبتي، في جديد. بس بقول لك ايه، انا النهارده عايزه الحلو بس. لو في اي حاجه عايزه مجهود ارجوكي اجليها لي بكره. مدام هدى، في محضر من المحكمه بره بيقول ان حضرتك مطلوبه في قضيه. نعم. ممكن افهم ايه ده؟ ايه ده؟ مالك في ايه؟ مالي؟ لا انا هوديك في 60 داهية، انا مش هتسجن لوحدي يا علاء. تعالي هنا، ما ينفعش تدخلي. اه ما سد حينك، بتاعتك موجوده كويس، مش نرسيها على القرف اللي هي داخله عليه وهي مش واخده بالها. تعالي هنا يا مجنونه. الله، ده شكلي في حاجات بتحصل في الشقه، وتوديب وجواز وكده. ازيك يا باشمهندس مايكل، عامل ايه؟ انت كويس؟ معلش يا جماعه انا اسف حبيبتي، اشرح لك كل حاجه بعدين. علاء يا علاء، في ايه؟ في اكواتي وخاين وابن كلب. انا يجي لي محضر على الشركه يبلغني مطلوبه في المحكمه سبب القضيه. على فكره انا اللي قلت لك ان القضيه اتفتحت وان الواد خطيبها عامل استئناف، يعني مش ضروري ان الورق اللي كان معايا هو اللي عامل لك مشكله. مش يمكن البنت مأمنه نفسيه بحاجه تانية احنا لسه ما نعرفهاش؟ ما نعرفهاش؟ احنا ما نعرفهاش؟ انت ما تعرفهاش؟ انا كل الورق اللي كان معايا اديته لك، ما عنديش منه اي نسخه تانية، والورق اللي جالك النهارده ده انا ماليش اي علاقه بيه. عايزه بقى تهدي عشان نفهم ايه الخطوات اللي جايه هنعملها ايه. تمام، ولو مش عايزه تهدي برضه تمام، بس لازم تعرفي حاجه، ان انت البنت دي هتواجهيها لوحدك. متهيألي يا طنط سرية ده آخر مكان تدوري فيه على ابنك ولا حتى تسألي عنه. مين دي يا أميرة؟ قلتلك يا طنط سحر، صاحبتي. أيوة صاحبتك مين يعني؟ قدمتي يا طنط، مش هتسيبني في ظرف زي ده لوحدي. آه، وانت بقى يا حبيبتي مطلقة ولا أرملة؟ لعانس ولا بتدوري؟ أنا فاهمة تلميحات حضرتك كويس قوي. الموضوع مش محتاج مشعللاتية، لأن هو مولع لوحده وابنك اللي غلطان. طب نلاقيه الاول وبعدين نقطع فروته زي ما انتوا عايزين. تعالي. معقوله يا اميره؟ ده انت مراته ومعاشره بقالك سنين طويله قوي، ما تعرفيلوش اي سكه نوصل له بيها حد من اصحابه؟ طب بقولك ايه، ما تخلي اخوك يكلمه، مش هم اصحاب برضو؟ دي كانت صحوبيه منيله ب60 نيله، هي اللي عرفتها عليه. لا كده كتير. وبعدين بقى طمني يا طنط، هو كلمه برضه مش بيرد. يعني ايه؟ يعني ابني راح مني خلاص؟ مش هعرف الاقيه؟ وانت هتفضلي ساكته كده؟ كلمي عمه يا طنط، خليه يروح لسلوى هانم، وانت هتلاقيه وتطمني عليه على طول. تيتا، هو احنا هنروح لجده امتى تاني؟ هنروح يا حبيبي هنروح. يا فادي، يعني معقولة ده يحصل من غير ما حد يقول لنا؟ طيب، نعرف هي ساكنة فين، معرفة كويس. لو حصل أي حاجة أرجوكي بلغيني وأنا هتصرف. مع السلامة. أنا لازم أرجع الأوتيل دلوقتي. موبايلهم قد إيه كده؟ مودي أنت لسه سائل السؤال ده من 10 دقايق. الدكتور مش قال لي ساعة بالكتير؟ هي تلت ساعة بس اللي عدت يا عم. طب من بعد إذنكم لازم أمشي. ممكن تسمع كلامي ونروح نشرب حاجة تهدى شوية؟ طول ما أنت قاعد كده الوقت مش هيعدي. أنا مش هتحرك من هنا غير لما أطمن على خليل. عارفة كويس قوي مين خليل بالنسبة لي. عارفة يا حبيبي، وإن شاء الله هيبقى زي الفل. بس أنت مش هتكون أقرب له من ولاد إخواته اللي مش فارق معاهم اللي بيحصل له. أنت مش شايف واقف إزاي ولا على باله أي حاجة. الله، هاني أنت جيت؟ لمية. غريبة يعني، بقى ما بتسألش على أختك بحجة إن أنت على طول مشغول، وفجأة كده قطعت المسافة دي كلها لمرسى علم عشان خاطر عمك؟ ده ايه الحب ده كله؟ بقول لك ايه؟ كفايه الوش الخشب اللي ممدوح اداهولي من اول ما شافني. هو ممدوح هنا؟ انت ايه اللي جابك؟ اللي جابني هو اللي جابكم. انتوا بتستهبلوا على فكره، يعني انا باين لكم الخبر ولا واحد فيكم يقول لي انه جاي؟ انتوا فاكرين ايه اللي هيوصل للاول هيلها في الليله لوحده؟ ده ورق وقوانين يا مغفل انت وهي. سعاده السفير، ممكن كلمه لو سمحت؟ ايه يا دكتور؟ كنت عايزك في المكتب شويه. ايه خير يا حسن؟ سعاده السفير ايه بعد اذنك؟ انا ابن اخوك كبير، طمني يا دكتور في ايه؟ عمي حصل له حاجه؟ هو عمه مات وهناخد الفلوس؟ بس يا حبيبي استجابة يا دكتور، في استجابة. استجابة؟ شكرا يا فادي. في ايه يا مامي؟ فادي قال لك ايه؟ ما طلعش عند الست دي. أكيد جرب له حاجة. يا مامي ما تقوليش كده. أنا اللي كنت ورا الجايزة دي.
يا ريتني ما عملت كده، يا ريتني ما عملت كده. يا مامي إيهاب كويس ما فيهوش حاجة، هتلاقيه يعني راح عند أي حد من أصحابه كده ولا كده، وده العادي بتاعه يعني. لا لا كان كلمني طمني، تليفونه مقفول برضو. أخوكي جراله حاجة، أخوكي جراله حاجة. ممكن أتكلم معاك؟ كلام مش مهم، ولو أي كلام اتقال ممكن يزعل، احنا عندنا أوامر إن احنا ما نزعلكيش. انت بتقولي الكلام ده انا هيفادي؟ تعرفني كويس وعارف نودي بالنسبة لي ايه؟ احنا بقالنا قد ايه شغالين مع بعض؟ عمرك شفت مني اي حاجة وحشة؟ عمرك حسيت ان انا من النوع ده واني ممكن اكون بضحك عليه عشان فلوسه؟ عشان بتحبيه صح؟ عشان افضل جنبه، هما ولاده وانت ابن اخوه، مهما حصل بينكم هتفضلوا موجودين في حياته برضه. انما تقدر تقولي بقى انا مين؟ ايه؟ ولا حاجه. اول ما جم ولاده خرجني من حياته خالص، ما بقتش موجوده. على فكره انت مصدقني، واحس اني مش بكذب، وعارف اني مش طمعانه في اي حاجه يا فادي. ما انت تفكر فيها كده، ما اللي الباقي يشوفوني ازاي؟ على فكرة إيهاب مش لاقيينه، يعني ملوش أثر في أي حتة، موبايله مقفول كمان.